غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو سلام ونعم. سلام ونعم. ابونا بطرس. ايوه. رب يباركك ويبارك تعب محبتك. معاك ابو مريم من امريكا. لا لا والله والله المستعان مباشره. ايوه حضرتك قفلت التليفون يا ابونا. حضرتك كلمني على رقم عادي لان انا مش بعرف اتكلم رقم خاص يا فندم. ده برنامج سكايب ده سكايب. ليه ما تتكلمش على سكايب؟ خايف تتكلم مع واحد هو لازم التليفون يظهر لك. امال الكتاب والكون دايما مستعدين. لا لا الكلام ده غير صحيح. مش مش شرط. الكتاب ما بيقولش كده. كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من الرجاء. هذا اسلوب العاجز. هذا اسلوب الخايب. ايه ده اسلوب العاجز؟ انت حضرتك عاجز وخايب. لا اي خدمه. عيب عليك ما اكون راجل دين وهربان. خلينا نتصل بك مره ثالثه عشان التسليس. سيب ابو مريم على طول. اول ما سيب ابو مريم على طول. فلس. كان معانا لواء مباشرة الآن القمص بطرس عاطف. القمص بطرس عاطف من كنيسة العذراء والشهيد استفانوس شبرا الخيمة القليوبية. بطرس عاطف كنيسة العذراء والشهيد استفانوس شبرا الخيمة القليوبية. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سواه؟